السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. أبا هيا، أنى يكون لي أن أرثيك يا نجما سقط غفلة من ليل بغداد، فحزنت عليه الشمس والنجوم والقمر، فكيف لها أن تشرق وقد أفل نورك؟ فشمس بغداد آلت ألا تشرق صباح الأحد، فكسفت عن نهارها حياء من أهلك ومحبيك وزملائك، الذين أحرقت جمرة الفراق قلوبهم قبل عيونهم. أبا هيا، أنت لم تيتم فيصل فحسب، كرة العراق يتيمة بفراقك، يا من تمنيت لقاء ربك فحباك واصطفاك وتركت غصة في قلوبنا لا يمكن تحملها. رحلت سريعا قبل أوانك، ألم تكن عازما على دخول انتخابات الاتحاد؟ ألم تجلس مع رفيقيك يونس وعدنان لتتبوأ المنصب؟ فكيف ستكون لوحة الانتخابات؟ كيف ستكون لوحة الانتخابات من بعدك؟ كيف تسمح أن نضع شريطا أسودا أمام اسمك؟ يا جبلا طافت حوله النوارس، يا هامة مرفوعة كراية العراق، أنى توارى الثرى وأنت كثر يا لامعة. عزاؤنا الوحيد ألا اعتراض على أمر الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبدلك دارا خيرا من دارك، وأهلا خيرا من أهلك، وأن يحسن مثواك ومأواك ويوسع مدخلك. إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا الأكارم، تتواصل قناة العراقية الرياضية في أيام حدادها على روح المرحوم الكابتن أحمد راضي، والذي وافته المنية صباح أمس الأحد إثر جائحة كورونا. بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في الاستوديو، كل من الكابتن كريم نافع. مرحبا بك كابتن، وعظم الله لكم الأجر. أهلا وسهلا سعدي، مرحبتين. كابتن سعد حافظ البقاء لله، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، أهلا بك في هذه التغطية. حياك الله سعدي. كابتن قصي هاشم، إنا لله وإنا إليه راجعون، نعزيكم ونعزي أنفسنا بهذا المصاب الجلل، وتغمد الله الفقيد واسع جنانه إن شاء الله، ونرحب بك في هذه التغطية. أهلا وسهلا بك صالح عدي، تحياتي. أهلا وسهلا بك. إذن مشاهدين الأكارم، أحمد راضي غادرنا جسدا ولم يغادرنا روح. أحمد راضي الذي تغرب بعيدا ومع ذلك طاف كنورس أبيض ناصع البياض، وعاد إلى بغداد تاركا أهله ومحبيه، تاركا أولاده وعياله، جاء إلى بغداد ليدفن فيها. هذا اليوم كانت هناك مجلس عزاء للكابتن أحمد راضي في داره في العاصمة الأردنية عمان. نتابع وإياكم هذه اللقطات التي جاءتنا من مراسلة العراقية الرياضية الزميلة هبة السوداني من عمان، فلنتابع. أحمد راضي وتكون باسمه فرحب بالفكرة ووافق، والآن إن شاء الله اسمه على القاعة الرياضية الكبرى في كلية المعارف الجامعة في محافظة الأنبار. بارك الله، ويعني الكتاب أحمد راضي إن شاء الله. بارك الله فيك ووفق إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يوم لا ظل إلا ظله، وحدد السبعة ومنهم قال
وشاب نشأ في طاعة الله، هذا تشمل أحمد رامي. والأمر الآخر ورجل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بالفردوس الأعلى من الجنة، أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ونحن دائما هذا الرجل المبارك. يعني الدكتور جزاه الله دائما يدل على الخير، وهو نشط والله مع العراقيين ويركض أمامهم، فجزاك أن تأمرون إحنا بالخدمة. وتليفوني عن الدكتور محمد، وأي شيء تريدون حاضرين إن شاء الله بالخدمة بإذن الله للمرحوم، وجزاكم الله خير. وعظم الله أجرهم وأجرنا وأجركم إن شاء الله، ورحم الله الفقيد وجعله إن شاء الله في عليين وفي أسكنه الفردوس الأعلى في الجنة إن شاء الله، وهو على خير كثير إن شاء الله، لأنه كل الناس أثنت عليه وتألمت، القلوب تألمت، العيون دمعت، كلهم شهدوا له بالتواضع والخلق الفاضل، يقدم الخير إلى الفقراء والمساكين، فالحمد لله قدم لنفسه ما يجعله سعيدا في الآخرة. فلذلك نحن الأحياء ندعو أنفسنا وندعو الشباب والشابات جميعا أن يتقوا الله في هذه الحياة، أن يراعوا أمر الله تعالى، أن يلتزموا بأوامر الله تعالى، أن نعود يدا واحدة قلبا واحدا نبني هذا الوطن الذي يعني انتهكت حرماته على مدار سنوات عديدة، إن شاء الله يبنى بجهود الطيبين والخيرين. والعراقيون طيبون، العراقيون بناة، العراقيون علماء مفكرون، وهذا التاريخ يشهد بذلك، لا نقول، لأنه بلد الخلافة الإسلامية، بلد العلماء، بلد الصالحين، بلد آل البيت الأطهار، بلد الصحابة الأخيار، لماذا نضيع هذا المجد التليد؟ فإن شاء الله يكون رحيله أثرا من آثاره أن تصطلح الأمة. المبادرة هي احنا كما قلت، المبادرة احنا عندنا جمعية الآداب الإسلامية، وهي جمعية يعني عمرها يزيد على تقريبا 40 سنة، جمعية خيرية واجتماعية، وهي المؤسسة لكلية المعارف الجامعة من سنة 1993، يعني عمرها صار 28 سنة، وفيها قسم رياضة، ومن متطلبات هذا القسم أن تنشأ قاعة كبيرة للرياضة، قاعة جديدة. فاليوم احنا كجمعية ومؤسسين اقترحنا على السيد عميد كلية المعارف الأستاذ الدكتور يعقوب ناظم أن تحمل اسم المرحوم أحمد راضي، فرحب بالفكرة ووافق، وإن شاء الله تفتتح قريبا يعني أسابيع، وهي تحمل اسم المرحوم أحمد راضي إن شاء الله. حياك الله يا مرحبا. هو نجم، هو أسطورة، هو تاريخ، هو رمز، وليس فقط للعراقيين ولكن للوطن العربي كله يعني. ولكن قبل كل هذا أعود وأكرر دائما وأقول أن الكابتن أحمد راضي بالنسبة لنا هو خير أب وخير 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 عم وخير أخ بالنسبة لنا، يتصف بكل الصفات الجيدة، هو كريم، هو معطاء، هو محب حنون، ذو ابتسامة جميلة، دائما ما كان يبث الفرح في قلوبنا وقلوب مشجعيه وقلوب العالم العربي كله. فندعو الله دائما بأن يرحمه وأن يدخله الجنة يا رب يا الله، آمين. أنا دكتور يزن غرايبي. في مبادرة كريمة نابعة عن الحب المخلص للراحل أحمد راضي من أبناء الشعب بكافة المستويات الرسمية والخاصة والشعبية، كانت هنالك لمسات، فبادرت كلية المعارف الجامعة في محافظة الأنبار بتسمية الصرح الرياضي الكبير الذي سيفتتح جديدا في أن يحمل اسم الراحل، وهذه مبادرة طيبة معبرة عن هذا الوقت، قد تكون الأولى في المحافظة أو اللمسة. كذلك بادروا كثير في إنشاء وتماثيل لشخصية اللاعب الراحل أحمد راضي، لهذا دليل على أنه ترك حبا كبيرا وترك إرثا جميلا في
هذا التاريخ الحافل الرياضي المشرف العراقي العربي الذي أيضا تعاطف معه مع هذا الحدث الكثير. نتمنى له الرحمة والغفران ولذويه الصبر والسلوان ولهذه المبادرات أيضا الامتنان لأنه تكون قائدة لتخليد هذه الأسماء. شكرا. إلى رحمة الله، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويحسن إليه. عمي أحمد الله يرحمه، يعني المفروض هذا ما ينبنى على مثل ما يقولون تمثال أو هاي، فالشيء بقلوبنا كلش كبير أكبر من أي صرح أي شيء، يعني رجال بمعنى الكلمة براءته وكلامه، ومع العلم أنه هو أبو زوجتي بس هو أخوي الكبير المقرب. يعني أنا ما عندي أخ كبير، دائما كنت أقول له أنه أنت أخوي الكبير المقرب إلي، يعني حتى بأي مشاكل عائلية أو مو عائلية كنت أتقرب إليه وأتكلم وياه بكثير من الأمور. كان جدا يعني أول شيء يعني يستوعب الموضوع، رغم كلام أنتم ملاحظين كلامه كانت روح طويلة بالكلام، بس مستحيل أحد يقدر يمل كلامه، لأن يعني كلامه كان جدا راقي، جدا راقي وموزون، ودائما لما نتقاطعي ما يعلي صوته، لا يسمعك للآخر وبعدين ينطيك الخلاصة. احنا هسه راح توفى الله يرحمه إن شاء الله، وخسارة كبيرة، خسارة مو إنا والله للعالم، والله اليوم وصلتني فيديوهات من جميع دول العالم العربي، الله يجزاهم الخير، هذا اللي متصدق وهذا اللي يدعي له وهذا اللي يقرأ الفاتحة، إلى رحمة الله، الله يرحمه إن شاء الله. إذن مشاهدينا نبقى في الأردن وننتقل إلى الزميلة هبة السوداني مراسلة القناة العراقية الرياضية من هناك. مرحبا بك هبة، وعظم الله أجوركم بهذا المصاب. أهلا عدي، عظم الله أجرنا وأجركم إن شاء الله. نعم هبة، حاب أنه توضحين للسادة المشاهدين أنه الكابتن أحمد راضي على الرغم من أنه يسكن الغربة خارج بلاده، لكن اللي ما شاهدناه من خلال هذه التغطية وهذه اللقطات أنه هناك اهتمام من قبل وسائل الإعلام ومن قبل شخصيات عراقية وعربية مهمة في الأردن تابعت الموضوع وما زالت تتابع أيضا أحوال العائلة وبنات الكابتن أحمد راضي وكذلك الصغير فيصل. نعم نعم زميلي، منذ يوم أمس يعني عندما وصلنا خبر وفاته كنا كادر قناة العراقية ومكتب شبكة الإعلام في الأردن يعني أمام منزله، منذ أول ما وصلنا الخبر رافقنا العائلة، كنا أول المعزين أول الواصلين، تواصلنا معهم. نعم. تابعنا الأخبار من بغداد أول بأول، يعني خبر مؤلم لم يؤلم الجالية العراقية فقط بل حتى المواطنين الأردنيين وأيضا العرب المقيمين في المملكة. نعم. جاء إلى بيت الفقيد كل محب كل متابع كل من يعرف أحمد راضي على الاسم أو شخصيا بتوجيهات من إدارة الشبكة ومن مجلس أمناء الشبكة. نحن باستمرار مع عائلة الفقيد منذ الصباح وحتى مساء، يعني في حالة تحسبا لأي أمر طارئ لأي نعم. خبر، ويعني لإجراء اللقاءات وأيضا لنقل التعازي من الجمهور العراقي في بغداد وأيضا من الجمهور اللي ما قدر يوصل لهم، نقلة كاميرا العراقية إلى بيت الفقيد. أحمد راضي لم يكن لاعب عراقي بل هو أسطورة عربية أسطورة آسيوية تركت بصمة في الرياضة العراقية والعربية والآسيوية. أحمد راضي أي شخص يعني كان قريب من عنده أي شخص تعامل معه ولو لشيء بسيط راح يعني سبحان الله يزرع محبته في قلب المقابل، كأنما الله سبحانه وتعالى جعل يعني شيء من المحبة، يعني خلق أحمد راضي عبارة عن شيء يعني محبة، إنسان طيب إنسان خلوق محترم محب للعراق، يعني جاء للعراق مع أول طائرة لعودة الراغبين بالعودة من المتواجدين في الأردن من المقيمين والعالقين. نعم. ذهب للعراق وسبحان الله اختار المنية أن يكون نهاية أحمد راضي العراق وأن يدفن في قلب العاصمة بغداد. نعم نعم هبة، يعني كيف تلقت عائلة الفقيد النبأ خصوصا أن الكابتن قد غادر عمان يعني قبل فترة طويلة قبل أشهر وهم يعني لم يكونوا على اتصال مباشر معه فقط من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كيف كانت ردة فعلهم؟ نعم يعني اليوم أنا كنت وزملائي في المكتب كنا في ضيافة العائلة صباحا، وبالفعل يعني زوجة الفقيد قالت
يعني ما يؤلم القلب انها لم تلتقي به لمده اشهر. نعم. كما ذكرت زميلي انه عاد الى العراق مع اول رحله لعوده العراقيين، فهذا يعني كان ما يؤلمهم اكثر. يعني قالت كنت اتمنى ان يصل الى الاردن الى عمان حتى وان التقي لمده دقائق، انا اعلم يعني انه سبب المرض هو متوفي. نعم. لكن ما يصعب علي او ما زاد الألم في قلبي أنه مات ولم ألتقيه منذ مدة، يعني 3 أشهر أو أكثر. يعني هذا كان يعني العائلة مسلمة إلى أمر الله، ويعني أمر الله نفذ، لكن ما يؤلمهم أنهم لم يلتقون به منذ أشهر. نعم. على الصعيد الرسمي هبة، يعني الأمير علي بن الحسين يعني كان من أول المعزين، هل كان هناك وفد من الأسرة الحاكمة الأردنية توجهت إلى بيت الفقيد أو التقت بعائلته؟ نعم، يعني بالحقيقة اتصل الديوان الملكي بعائلة الفقيد، مجلس الوزراء. نعم. بشخص رئيس الوزراء اتصل بعائلة الفقيد. عائلة الفقيد لا تستطيع استقبال المواطنين، يعني ولا ما تستطيع تستقبل أحد بسبب حالة الحداد يعني والانهيار. نعم. العصبي والنفسي. نعم. اللي هم. نعم. فيه. لكن من خلال الاتصالات استقبلت عائلة الفقيد يعني تعازي العائلة المالكة، تعازي مجلس الوزراء، مجلس النواب، وكذلك يعني اليوم أخبرتني زوجة الفقيد أنها تلقت تعازي من حتى من دول عربية أخرى، من دول الخليج، من دول عربية أخرى، دول أجنبية. يعني الفقيد ليس شخصية عادية، وليس شخصية حكرا بالعراق ولا حكرا بعائلته، شخصية دولية. نعم، هناك بوادر جميلة يعني سواء داخل العراق أو خارجه، يعني تابعنا هناك من يقدم الصدقات باسم المرحوم أحمد راضي، وهناك من يتبرع بآبار كصدقات وغير ذلك، إضافة إلى كلية المعارف الجامعة في محافظة الأنبار التي أطلقت اسم المرحوم على قاعتها الرياضية الكبرى. أيضا وزير الثقافة العراقي وعد بنصب تمثالين نصفيين للكابتن أحمد راضي والكابتن علي هادي. يعني ماذا بعد غير هذه المبادرات إذا كانت لديك معلومات أخرى هبة؟ يعني لا يوجد شيء أكثر من اللي ذكرته، لكن اليوم بحديثي مع زوجة الفقيد يعني كانت ممتنة لهذه، يعني هذه سوى التماثيل أو تغيير. نعم. أسماء القاعات أو تغيير ملعب الكرخ الرياضي إلى ملعب. نعم. أحمد راضي، يعني مكافأة بسيطة لا يعني ليست بقدر أحمد راضي، لكنها تبقى ذكرى إضافية لذكرى. نعم. أحمد راضي. طبعا هذا الشيء يسعدهم أنه. نعم. تحيا ذكرى أحمد راضي أكثر من ما هي موجودة. نعم، طيب الله ثرى المرحوم أحمد راضي، وعزاؤنا أن لا إله إلا الله، إن شاء الله يتغمده بواسع رحمته. الزميلة هبة السوداني من العاصمة الأردنية عمان، كنت معي عبر سكايب، شكرا جزيلا لك ولهذه المعلومات وهذه التغطية المصورة. إذن مشاهدين الأكارم، نعود إلى ضيوفي في الاستوديو. بداية الكابتن كريم نافع، مرحبا بك من جديد. كابتن، الأسطورة أحمد راضي أو النجم اللامع الذي لا يمكن لأي شخص أن يتغافل هذا الاسم الكبير وهذه الهامة الكبيرة، رحل سريعا دون سابق إنذار، كما رحل قبله علي هادي، وكما طالت هذه الجائحة الكثير من الأناس. حسبنا الله ونعم الوكيل، كيف تنظر إلى هذا الرحيل السريع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية رحب بك سعد عدي، ورحب مشاهدي قناة الرياضية العراقية، ورحب بالكباتن أخ سعد وأخ قصي. والحقيقة بالبداية قدم تعازي للأخ العزيز دكتور صالح راضي، وإلى عائلة الفقيد، وإلى كل شعب العراق بجميع عناوينه السياسية، الأدبية، الثقافية، الاجتماعية. أعتقد وأعزي كذلك الوسط الرياضي. نعم. لأن باعتبار أحمد راضي أعتقد أقول هو رمز رياضي كبير في رأيي الشخصي، وأعتقد لا يتكرر على مدى عقود قريبة، ما يتكرر أحمد راضي رأيي، يعني ما كل احترام للآراء. نعم. أعتقد أحمد راضي مثلما للكرة العراقية تحديدا، في إحنا في وقت محتاجين أحمد راضي وأمثال أحمد راضي لما يمتلكه من كان الله يرحمه اللي صار قديم، يعني كان عنده طموح بأن يغير من مسار الكرة العراقية بعد أن وصلت إلى أعتقد في وضع لا يحسد عليه الكرة العراقية من تداعيات سابقة. كنا نأمل أن يكون أحمد راضي يغير من تأسيس ثقافة جديدة لمسار كرة القدم العراقية. نعم. لكن للأسف
أعتقد قدر الله هو كان الأقرب لأحمد، فهو أعتقد خسارة كبيرة أحمد على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الإنساني. أحمد راضي إنسان راقب بما تحمله الكلمة من معنى، إنساني بمعنى الكلمة، اجتماعي، قلب طيب. أحمد حتى خصومه ومنافسي ما أعتقد يكرهوه. أحمد يعني يمتلك خصائص تلقاها قليلة، يعني خصائص مال إنسان قائد بالمجتمع بغض النظر عن مجال التحديد، سواء كان قائد بالرياضة أو في التدريب أو في الإدارة. أعتقد أحمد راضي خسارة كبيرة للرياضة بصورة عامة وللمجتمع تحديدا، وخسارة إحنا خسرناها الوسط الكروي تحديدا. الرياضة انثلمت نصها في رأيي، الرياضة عموما، لكن كرة القدم أعتقد تأذت ورح جرح مؤلم وواقع فاجعة كبيرة للكرة العراقية، أعتقد ما راح تعيد نفسها إلا بعد عقود كبيرة طويلة. كابتن سعد رحم الله الفقيد برحمته الواسعة، أحمد راضي الهادئ، أحمد راضي البسيط، أحمد راضي يعني منذ أن كان شابا ويلعب كرة القدم كان بهدوء يطرق مرمى الخصوم، لم تجد له أي ضوضاء وأي زوبعة أخرى، كذلك في حياته الاعتيادية وحتى وصولا إلى مماته فقد رحل بهدوء جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فعلا نعزي أنفسنا ونعزي الوسط الرياضي وكل الشعب العراقي وحتى العالم العربي وكثير من دول آسيا اليوم حزنت. اليوم أنا أشاهد العالم كله حزين لفراق رمز من رموز الرياضة، إذا كان الرياضة العراقية أو الآسيوية أو حتى العالمية. فعلا يعني صفة الهدوء اللي كان يمتلكها المرحوم أحمد راضي كانت من صفاته ومن الميزات اللي كانت ترافق طوال حياته. فعلا كان هادئا جدا، وكان يستمع للآخرين، وكان كما وصفه يعني حتى الناس اللي كانوا يبغضون أحمد راضي، طبعا الله يغفر لهم، أنا فقط أقول هذا الشيء، كان دائما ما ينعتوا بأوصاف أوصاف جميلة، لذلك كان حتى الناس اللي يبغضوا كان دائما يواجههم بابتسامة، يواجههم بكل براءة وكل سذاجة وكل بساطة. خسرنا بصراحة، خسرنا أخ وصديق ورمز من رموز الرياضة العراقية، كنا نلملم الشمل، كنا نحاول، وتحديدا هذه الفترة لملمت أمورنا على اعتبار أنه لو تشاهد أنه الوضع، كل الوضع العام هو بشكل عام، الوضع العام هو مربك، والرياضة بشكل خاص كانت مرتبكة ولا زالت مرتبكة. كنا في ظل، نمني النفس في ظل وجود هؤلاء أو وجود هذه الشخصيات اللي بصراحة يشار لها بالبنان، لأنها تحمل ما تحمله من كاريزما، من قيمة فنية وكروية وإدارية. لذلك سبحان الله القدر شاء، والله سبحانه وتعالى إذا جاء قدرهم أو إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، علينا أن نتقبله، وعلينا أن ما بيدنا شيء إلا أن ندعو له، ندعو له بصلاتنا، ندعو له في كل عباداتنا، أنه نسأل الله أنه يعني يصبر أهله، يصبر كل محبيه. اليوم أنا أشاهد فاجعة للبعض، فاجعة كبيرة لنا جميعا، ولكن البعض اللي عاطفتهم صراحة يعني جياشة وعاطفتهم كبيرة تشاهد اليوم بصراحة منهار نفسيا لهول الخبر وهول ما وصلنا من خبر وفاة ورحيل. يعني الكلمات بصراحة ربما أحيانا بصعوبة تخرج، ولكن عزانا أنه نقول فقط أنه الله سبحانه وتعالى هو أعطى وهو أخذ أحمد راضي في وقت لعل الله سبحانه وتعالى هو أدرى وهو أعرف أخذ هذا الرجل بهذا التوقيت، الله أعلم والله أعرف. نسأل الله بحق محمد وآل محمد أن يرحمه وأن يبعث الطمأنينة على أهله وعلى حبايبه وعلى أولاده، أن يصبرهم الله سبحانه وتعالى لهذه المصيبة ولهذه الفاجعة الكبيرة إن شاء الله. كابتن قصي، يعني أنتم من الأجيال اللي قريبة لأحمد راضي، وتعرفون إحنا من كنا صغار، أنا من الناس
كان كأنما وسم الرقم 8 هو مخصص لأحمد راضي. صحيح. يعني أحمد راضي استحوذ على هذا المركز مركز الهجوم وعلى رقم 8 لدرجة أنه فيما بعد أصبح حتى المدافعين يخشون من يحمل الرقم 8 بسبب أحمد راضي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية تعزية للوسط الرياضي ونعزي نفسنا ونعزي جميع طبقات المجتمع العراقي، لأنه حقيقة الكابتن أحمد راضي يعني هو يعني معروف لدى جميع طبقات المجتمع مو بس العالم الرياضية، وحقيقة قدر أنه يزرع الفرحة في جميع بيوت العراقيين. في أيام الفرحة كانت حقيقة معدومة وقليلة جدا، قدر أنه يزرع الفرحة وحبب الناس إليه، لكن مع الأسف أنه يعني الرحيلة أحزن كل بيت عراقي. يعني أكو ناس يمكن ما يعرفون بالرياضة لكن هم يعرفون أحمد راضي، يعني ما لهم علاقة بالرياضة لكن يعرفون أحمد راضي. حقيقة حزنة وحزن كبير، يعني حتى يمكن هناك لا يشاهد المباراة كاملة، فقط ينتظر الأهداف أو ممكن أنه في اليوتيوب أو غيرها يشاهد فقط أهداف أحمد راضي الممتعة. بالضبط، يعني أحمد راضي حقيقة إيقونة اللعب الجميل، إيقونة الرجل المثقف. يعني حقيقة في بعض الأحيان هناك لاعبين هدافين وهناك لاعبين يمتازون بمواصفات عالية، لكن ما يتمتعون بثقافة أحمد راضي بالحوار مع الصحافة أو بالتعامل مع الجمهور. حقيقة أحمد راضي يعني كل ما نتكلم عليه قليل بحقه، يعني في بعض الأحيان أكو ناس يعني محبوبين هم لكن أكو عندهم صفة غير محبوبة لدى الناس وصفة يعني مو محببة، لكن نشوف أحمد راضي كابتن يعني أحمد كل راضي كل شخص يكون عنده أخطاء أو سلبيات أخطاء، لكن أحمد راضي حقيقة يعني أنا مو لأنه رحل، يعني حتى لو يعني أمامه إحنا متكلمين هذا الكلام إنه ما عنده شيء ما يحب الناس، يعني كل شيء بيه حلو. يعني عاش هادئا ورحل هادئا كنسمة هواء طيبة. صحيح. رحمك الله أبا فيصل. إذن مشاهدينا الكرام، وإحنا نتحدث مع الكابتن قصي هاشم عن الوسم بالرقم 8 للكابتن أحمد راضي، الزميل أحمد ياسين أعد لنا تقريرا عن هذا الموضوع، فلنتابعه ثم لنا عودة. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 عذرا لا يمكن التعدي على رقم 8، فحامله جعل بقية الأرقام لا قيمة لها. في ثمانينيات القرن الماضي انفطرت الأرض لتخرج لنا بالرقم 8 مكتوبا على ظهر نجم ليس له شبيها كسائر النجوم، ومنه تغير مسار الكرة العراقية نحو طريق أحمد راضي. رقم 8 من الآن فصاعدا لا يحمله أحد داخل الزوراء، إنه رقم أحمد راضي. النوارس لا يمكن أن تطير إلا بالضغط على رقم 8، فأحمد راضي يأمرها بالطيران فوق تاريخ العراق الكروي. الكرة عندما تكون في زمن أحمد راضي، أي إنها تحت أقدام رقم 8، تشعر بالارتياح لأنها وجدت من يضعها في الشباك بزوايا مختلفة لا يمكن أن يراها الحراس حتى في المنام. فيروس كورونا ترك جميع الأرقام واختار الرقم 8، اختيار جعل كرة القدم العراقية يتيمة. أحمد ياسين، العراقية الرياضية. رحمك الله أبا هيا. عودة إلى تغطيتنا الخاصة والكابتن كريم نافع. الكابتن أحمد راضي لم يكن رياضيا فقط، بل كان شخصا اجتماعيا، شخصا سياسيا، شخصا إداريا، يعني تبوأ مناصب عدة بعد اعتزال كرة القدم. كان مساعدا لمدرب الزوراء وكذلك مدربا اعتقد لفريق الشرطة، ثم رئيسا للهيئة الإدارية في الزوراء، وصولا إلى كون نائب في البرلمان العراقي. إذن احتوى جميع المناصب وشارك بها. كابتن أحمد الله يرحمه، بحكم شخصيته وبحكم تاريخه أي مكان يروح به هو أعتقد أضافة للمكان. نعم. لذلك أعتقد الأماكن اللي تبوأ بها
بالحقيقة. بس عندي ملاحظة على السياسة، هو كسياسي أعتقد هو حتى من طلع من المجلس النواب يا يعني شافه رحلة شبه فاشلة يعني، لأن أحمد السياسيين مو من طراز أحمد، أحمد تدري السياسيين لازم يلبس قناع، لأن وهذا نتيجة هدوءه لا يتلائم مع السياسة، ما يتلائم. أنا كرأي الشخصي مع احترام لكل الآراء أعتقد، لذلك السياسي يتصف بالمراوغة الدجل، مو مراوغة مال أحمد راضي، لا مراوغة مال يعني بالطريقة السيئة للسياسيين. أحمد نظيف نقي، ما يعتقد هذا الجو، ما أعتقد إلامه، لذلك أعتقد رحلة قصيرة مجلس النواب وطلع ورجع إلى موقع الأصلي وهو الرياضة، وصارت التداعيات مع نادي الزوراء تدري فترة وبعدين طلع. أحمد راضي أعتقد أضافة كبيرة لكل مجال، لكن بالآخر هو صب كل جهده راد يصير موقع إداري، يعني ابتعد تقريبا عن التدريب، لأن تدري التدريب بالعراق تقريبا المقصلة أول ما تجي على المدرب يعني. نعم. لذلك المدرب دائما الإخفاق، أي إخفاق لو الإدارة إخفاق أو اللاعبين مخفقين وكلها يجي بس المدرب. لذلك أشوف أحمد تجنب الجانب التدريبي، بدأ بالوضع الإداري اللي كان هو يخطط له، بس تعرف الظروف صارت بالسنين الأخيرة، الظروف صارت بالاتحاد كرة القدم السابق مع احترامنا لهم، ما أخذ فرصة بين يظهر بين أحمد راضي الإداري اللي جاء يصلح الكرة العراقية. لذلك شوف تقوضت الفرصة عليه أعتقد، وعانى ما عانى راح برا ورجع بعد التغيير اللي صار بالفترة الأخيرة على الاتحاد. هذا الفترة اللي قلت هسه هو صار تقريبا أشهر في بغداد. نعم. في سبيل هيئة على الانتخابات جديدة يعيد يعني كرة قدم جديدة، وإحنا شنا متأملين يصير رئيس اتحاد، لكن الواقع شكل والآمال شكل يعني ما صار الحمد لله. فأحمد أعتقد كان كنا نتأمل يصير فد نقلة نوعية بكرة القدم على مستوى الدوري، على مستوى المنتخبات، على مستوى الإدارة، وكانت عنده أفكار وعنده في مع مجموعة أكيد من إخواننا النجوم يعني، لكن شو سوى الواقع شيء والأمنيات شيء آخر. نعم. الله يرحمه كابتن سعد، بعد رحيل المرحوم إلى جوار ربه، هناك من أطلق اسمه على ملاعب وقاعات، وهناك ومن الوزراء كما صرح اليوم السيد وزير الثقافة بأنه سيقيم تمثالين للكابتن أحمد راضي والكابتن علي هادي. كابتن، ما تعرف أنه هذه التماثيل اللي راح تقام راح تكلف خزينة الدولة عشرات الملايين من الدنانير العراقية، ما كان بالإمكان بدلاً أن نقيم لهم تمثال في مماتهم أن نهتم بهم بحياتهم؟ يعني لو كانت الطائرة متوفرة قبل يوم من حالة الوفاة، ألم نكن نعجل بشفاء الكابتن وعلى أقل تقدير نذهب به إلى مستشفيات أكثر تطوراً من مستشفياتنا في بغداد؟ يعني سؤالك مهم جداً أستاذ عدي. اليوم بصراحة يعني سمعت من بعض الأخوات المهمات يعني أنه هنالك نية أو رغبة من وزير الثقافة والإعلام إقامة تمثال للكابتن المرحوم علي هادي والمرحوم أحمد راضي، فأنا كتبت بصراحة ما أترددت يعني كتبت، ولكن قلت يا ربي لنترك الباب مفتوح، لا نغلق الباب نهائيا. نعم. نفس كلامك ونفس يعني استعلامك أو استفسارك. نعم. يفترض أنه كان الاهتمام يكون من البداية، والكل شاهد الحالة المأساوية اللي مر بها المرحوم علي هادي وكيف التعامل معه، وكل الظواهر وكل الشواهد أثبتت وكل الدلائل بأن هنالك تقصير واضح على مستوى حكومي، على مستوى طبي، على مستوى صحي، على مستوى كثير من هذا موضوع التقصير راح أتحدث مع الكابتن قصيب بخصوصه. هذا شيء يفترض أنه النجوم واحتضان النجوم في حياتهم وليس في مواتهم. نعم. هذه أنا أعتبرها وأنا قلت على كل الصعد كابتن. لا أنا في بلدنا يعني حتى الأديب والشاعر والصحفي والممثل أستاذ عدي إذا تسمح لي، أنا قلت جملة قلت لك ما أسد الباب، خلي الباب مفتوح. نعم. فقط والله إكراما لكثير من الأشياء لحسابات في داخلي أنا. قلت أنه الدولة يعني بهذه الكلمة أنه الدولة تبحث عن الصدقة الجارية، وخليت علامة تعجب، يعني كأنه الدولة جاي تريد تدور تبحث نفسها صدقات جارية. لا أحمد راضي ولا كابتن علي هادي يحتاجون صدقة جارية. صدقة جارية إن شاء الله تصلهم من أرحامهم، من ذويهم، من محبيهم، من كل أهلهم. لا تصلهم بهذه الطريقة تمثال شنو المفروض كان من البداية. أنا في ليلة وفاة المرحوم أحمد راضي والله وتكلمت عن صديق إلى يسمع صوتي الآن الأخ علي شاهين، صديقه الشخصي جدا، كنا
في الجامعة في مرحلة واحدة أنا والكابتن المرحوم والأخ علي شاهين، قلت له بالليل قلت له يا أخي والله يا أستاذ عدي أقسم بالله أنا قلبي يعني بعد حالة وبعد حادثة الكابتن علي هذه أنا متوجس في حالة، قلت له بالليل صور يعني بالليل قلت له يا أخي خذوه عن طريق البر شنو الطائرة إلا طائرة، قال لي يا أخي صعبة حالته لهالدرجة أقسم بالله الصبح حقيقة بس أستاذ عدي أرجوك قاطعك بألف خير يعني وراها بست ساعات يعني الصبح، وقال لي أوصل لأحمد راضي الصبح وخابرك حتى تحكي وياه بثمانية الصبح خابرني قال لي الآن توفى أحمد راضي خابرونا، لذلك المفروض يصير اهتمام، أكو تقصير لا يمكن أنه نتنصل أو لا يمكن أنه ما نتكلم بهذه الحقائق، هنالك تقصير والجائحة موجودة والوباء موجود، فلذلك على كل اللي يسعون لهذه الأشياء اللي أنا أعتبرها هي فقط يعني صراحة حبر على ورق أو شغلة معنوية لي ما محتاجها لا المرحوم علي ولا المرحوم أحمد راضي، أتمنى عليهم أنه من الآن يهتمون فعلا أنه يعوضوا ما 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 فاتهم بحياة هذان أو هذين النجمين اللي بصراحة فقدناهم بطريقة يعني يعني بطريقة أنا أشاهدها يعني نقول الأرواح بيد الله نعم. ونقول هذا شيء منتهي منه، ولكن هل لا يوجد تقصير أستاذ عدي؟ نعم. أتحدى أن واحد يقول ما يوجد تقصير. نعم. يوجد تقصير طبي في إنساني في ظل خدمي كل شيء موجود في ظل تعريجك. نعم. على موضوع التوجس. نعم. الخيفة يعني حقيقة بعد أن فقداننا لأحبة. نعم. كثر وخصوصا مثلا كابتن علي هادي. نعم. أصبحنا أي شخص عزيز علينا وفي الوسط الرياضي فعلا. يصاب بالجائحة في ظل فعلا. عدم توفر الأجهزة المناسبة في مستشفياتنا وعدم توفر الرعاية الصحية فعلا. أصبحنا نشعر بأنه أيام وسنفقده فعلا. لذلك الألم يعتصرنا. نعم. لذلك أصبحنا نخاف فعلا. يعني من خيالات الأوهام فعلا. نعم كابتن قصي يعني كنت أتحدث. نعم. مع الكابتن سعد وانسحبنا إلى موضوع آخر ألا هو موضوع الاهتمام بهذه الطاقات والأساطير صحيح. العراقية التي في الخارج عادة ما يهتمون بتاريخهم صحيح. وتراثهم من خلال أساطيرهم من خلال مشاهيرهم، يعني موضوع أنه تقيم نصب وتمثال هذا أن تقيم ليا في حياته لا في مماته. كنا نتحدث عن الاهتمام في صحيح. الجانب الصحي. الكابتن المرحوم أحمد راضي وكما صرح مدير مستشفى النعمان أنه ذهب إلى دورة المياه في الساعة 7:15 ويعني بعد أن ترك علبة الأكسجين أو جهاز الأكسجين عنه وبالتالي ذهب إلى دورة المياه من 7:15 إلى 7:45 نص ساعة يقول أنعشوا الأطباء وما استطاعوا أنه يعيدوا إلى الحياة. يعني كيف تعليقك على كل هذه الإجراءات الطبية؟ هل يجوز أنه شخص مصاب ومحتاج الأكسجين أنه يتركه ويذهب للحمام مرافقة وين الجهاز الطبي الإداري؟ يعني الكل يتفق يمكن يعني الكوادر الصحية والممرضين أو الدكاترة حقيقة يقومون بعمل جبار يعني عمل كبير وفي بعض الأحيان فوق إرادتهم، لكن في الشق الآخر الحقيقة الأجهزة الطبية حقيقة متهالكة أنا أشوفها برأيي. يعني والمؤسسة متهالكة. نعم يعني المؤسسة والحتى المنظومة الصحية يعني قبل المؤسسة أنت تحكي تعرف تروح يعني تستورد لنا تكرمون نعالات طبية صحيح. من إيطاليا أو ما أعرف من أي بلد من بكذا مليون دولار وتنسى تجيب أجهزة أكسجين لإنعاش الكثير وخصوصا أنه احنا في أجواءنا في انتقال الموسمي هناك مواسم ترابية كثيرة الكثير من شعبنا يعاني الربو والحساسية وغير ذلك تروح وزيرة الصحة تستورد يعني الكابتن أحمد راضي وحتى الكابتن علي هادي كان يعني في وقتها يحتاج إلى جهاز تنفس الصناعي اللي هو ما موجود. نعم. ما موجود إلا في غرفة الإنعاش. نعم. يعني كان محتاج الكابتن أحمد راضي في هذه الدقائق اللي من 7:15 مثل ما تفضلت لغاية 8:15 كان محتاجه ما موجود، لو كان موجود اعتقد كان يمكن كان هناك كلام اخر، فحقيقه يعني الاجهزه الطبيه حقيقه تحيه لها وتقدم يعني وتبذل جهود كبيره من اجل انه يعني الدار المريض، لكن في قلت لك في الشق الاخر حقيقه الاجهزه الطبيه حقيقه ما موجوده اللي هي يحتاجها المريض. اكيد احنا يمكن فيروس كورونا لحد الان ما لقوا يعني علاج ما موجود، لكن
يمكن حتى من خلال العلاج المو موجود اصبحت المستشفيات بيئه طارده وليس بيئه جاذبه للمرضى. يعني هسه اي مريض يمكن انت يمكن سامحها وما سامحها، اي واحد يتمرض قام ما يروح للمستشفى. نعم بالضبط، الحجز صار منزلي لكون انه اصبحت المستشفيات مقبره للمرضى. يعني فهاي حقيقه يعني يمكن النقطه يجب انه يعملوا عليها المؤسسه الصحيه وحتى كحكومه. يعني احنا جهد حكومه يحتاج، يعني يجب الان احنا نخلي كل جهدنا في كيفيه انه نواجه هاي المشاكل الموجوده. يعني بدا يوما على يوم انه نشوف الاعداد تتكاثر، يعني اليوم 1400 قبل 1800 اليوم 1808 1800، يعني حقيقه اعداد حقيقه مخيفه جدا. يعني ما نريد انه يصبح هذا الوباء يعني في كل البلد، يجب انه نضع الحلول لهذا الوباء. نعم، واحنا بدورنا كمؤسسه اعلاميه وكشاشه نطل على كل الساده المشاهدين. اخوان يعني لا تجعلوا الجرح يتكرر، لا تجعلوا المصيبه تكبر، لا تفقدوا احبتكم بسرعه بعد حالة من التهور بعدم الالتزام بوصايا خلية الأزمة والوصايا الصحية. في كل العالم كانت هناك أرقام مخيفة للإصابات، في ألمانيا، في إسبانيا، في كل الدول، في تركيا، إلا أن الوضع الآن بدأ يتقهقر في تلك الدول وبدأت تفتح الحياة الطبيعية تعود إلى مجاريها. حتى السياحة عادت في هذه البلدان وقلت النسب بسبب وعي المواطن. لذلك إلا في العراق بدأت الإصابات تزيد وتتكاثر على العكس من باقي البلدان. هذا الوعي إذا لم يكن ينطلق من ذاتك، من وعيك، من كونك كشخص وينتقل إلى المجتمع، لا يمكن أن نحافظ على بيئتنا وعلى مجتمعنا. إذن مشاهدينا، في ظل هذه التغطية انضم معنا عبر الهاتف الكابتن راضي الشنيشل. مرحبا بك كابتن راضي، وعظم الله لكم الأجر بهذا المصاب الجلل بفقدان أحد أعمدة وأساطير الكرة العراقية الكابتن أحمد راضي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك والأخوة السبات الأعزاء. شكرا لك. مشاهدين الكرام، والله طبعا بالبداية نعزي أنفسنا والمجتمع باقي بصورة والرياضيين بصورة خاصة. نعم. على فقدان رمز من رموز الكرة العراقية. نعم. ونعزي عائلة الفقيد وندعو من الله أن يدخله فسيح جناته ولهم الصبر والسلام. نعم كابتن راضي، أنت كثيرا ما اختلطت مع الفقيد في حلكم وترحالكم وتمثيلكم للمنتخب الوطني، وشاركته ربما غرفة النوم في سفراتكم وفي إفاداتكم. كان هناك مثل ما وصفه ضيوف الأعزاء لمسة من الهدوء، نسمة من الحنان كانت تطل وتغلف الكابتن أحمد راضي. كيف يبدو خارج الشاشات؟ كيف يبدو خارج الأمور الرسمية؟ والله شوف كابتن أحمد راضي طبعا بالبداية يجب أن نعرج على مسيرته، يعني هو شخص ورياضي غير طبيعي. يعتبر أنا وجهة نظري هو ظاهر الكرة العراقية. نعم. وإذا ذكر أحمد راضي ذكرت الكرة العراقية بألقى صراحة. أنا أفتخر عندما يتواجد أحمد راضي في أي محفل من المحافل الكرة العراقية، وكنت أتمنى طبعا أن يعني مو الآن نتباكى على اللبن المسكوب، كنت أتمنى أنه يعني يكون في أحد المناصب حتى يكون عند بعض المشاريع يحققها. أحمد راضي طبعا أنا عشت معاه سنة يعني تقريبا بديت من التسعينات لحد ما رحنا للاحتراف واستمرنا مع المنتخب الوطني. احمد راضي انسان هادئ طيب القلب وابيض القلب، يعني ما عنده العقد حقيقه. شوف اغلب اللاعبين النجوم يعني خصوصا اللي هم يخافون على طبعا سمعتهم تكون خطواتهم مدروسه، فاحمد راضي حاول قدر الامكان انه يخط نفسه طريق يعني خلينا نقول عليه مستوى عالي من التصرف، من الخلق. نعم. من اما الجانب المهاري او الجانب الفني، فانا اعتقد وجهه نظري انه احمد راضي هو راح يكون واحد من الاثار التي سوف تبقى خالده في الكره العراقيه وفي العراق. نعم. فاحمد راضي مهما تتكلم عنه حقيقه انا وجهه نظري لا تفي، لانه
مسيرة حافلة بالعطاء الفني. بس أنا أعتقد وجهة نظري يعني المتواضعة في الفترة الأخيرة، وأنا صراحة متألم من هذا الجانب، أنه حاول أن يجد له موطئ قدم في خلينا نقول في عائلة الكرة العراقية، كان يكون إداري، كان يكون في الاتحاد، كان يكون في نادي، فلم وجهة نظر لم تفتح له الأبواب. أنا هذا اللي صراحة متألم عليه. نعم الكابتن راضي شنيش كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك لهذه المداخلة. كابتن كريم، يعني اتحادات عربية كثيرة منها الاتحاد الأردني والاتحاد السعودي والقطري والكويتي بعث برسائل تعزية للاتحاد العراقي لكرة القدم وكذلك لذوي الفقيد، وهذا ما يدل على أن المرحوم كان نجما عربيا كبيرا وليس على صعيد المنتخب العراقي وبلده العراق. أستاذ عدلي، يعني أعتقد تطرقت لها الجزئية أكثر من مرة. أحمد لاعب يعني في رأيي موهبة لا يتكرر على مدى طويل كلاعب، هسه عوف شخصيته. أحمد موهوب كلاعب كرة قدم، أحمد لاعب لا يتكرر بعد فترات طويلة. تصور أكو عندكم لقطة تطلع إحنا الشرطة والزورة هنا، هاي ب83 الموسم أنا بيها كنت قول على رعت، هو كان هنا أنا ما كلش معروف ب83 هاي، يعني عمره 18 سنة. نعم هنا 83 ملعب الشعب انقطعت كرة من أخو دكتور صالح كان ويانا الله يذكره. فهنا أنا صار خطأ راسلنا ولو الكرة انطلق انطلاقة كأنه لاعب يعني مثل صار يلعب بالدوري فات 10 سنوات بالوقت اللي هو هذا اول موسم له. قول الهدف على رعد حمود، احنا بعدين شوط ثاني جبنا التعادل، قول الكابتن فيصل عزيز. هنا انا احمد اعتقد ظهرت موهبته مبكره جدا، بدليل يعني احمد راضي انت تقول اهتموا بالدول العربيه والاتحادات العربيه، جدا طبيعيه قياسا الموهبه احمد الكرويه جدا طبيعيه. احمد بال 88 احترف بنادي من اوروغواي رادو اعتقد في حينه مبلغ مليون دولار في ذاك الوقت في الوقت الذي، لكن سياسات النظام السابق بالوقت نعم ما بالوقت الذي كان مارادونا بذاك الوقت 8 مليون عقده. مارادونا العظيم بالوقت احمد كان مليون، لكن الظروف السياسيه بالبلد اعتقد وكان على راس القائد بالرياضه ما صارت. المهم فاحمد اعتقد شغله جدا اعتياديه من يهتمون به الاتحادات العربيه والاخوه الاعلاميين العرب. فاكيد احمد زرع بسمة على المستوى العرب كله وليس على العراق فقط. نعم نلاحظ هذه الكتب اللي تحدثنا عنها أكيد هذا مسألة جدا الكويتي مسألة جدا عادية من الاتحاد الأردني وأيضا من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وآخر كتاب كان من الاتحاد القطري من مكتب رئيس الاتحاد. نجي للعكس هنا، شوف الاهتمام احنا بالعكس اللي احنا 4 أيام طائرة متوفرت لأحمد يسافر للأردن. نعم. إيات الأردن ساعة نعم. وربع يعني شوف مدى الاهتمام، المفروض يستثنى كل الاجراءات الاستثناء مو تمام يعني. هو احمد لو سابق قبل يوم رايح اعتقد هناك حتى نفسيا هناك من راح كان يروح لعائلته، ممكن نفس تدري المريض العامل النفسي عامل مهم جدا ترفع من مناعته اعتقد. احمد هو ليش طلع لما طلع ورا يومين من طلع واثر عليه، احمد كان نفسيا ما مرتاح اذا. واحنا نتحدث عن موضوع توفير بس جزئيه. لذلك اقول احنا النظام الصحي مالنا بصوره عامه، انت لا تحكي على الافراد اللي يقدمون خدمات، مشكورين الدكتور والمضمد لكن النظام الصحي بصوره عامه نظام متهرئ سيء لا يعتني بالمواطن العراقي. والدليل تشوف الحالات الان بالمستشفيات بحيث يروح المريض يقولوا له ماكو مكان بالوقت الذي احنا ليش لعد مو جاي تبنون مثلا هواية جوامع وغيرها وغيره، يبنوا مستشفيات الشعب العراقي ده يزايد. وإحنا نتحدث عن موضوع توفير الطائرة، الزميل عدي حاتم تطرق لهذا الموضوع من خلال تقريره اللي نتابع احنا وياكم سوية مشاهدينا، فلنتابع هذا التقرير. كتبها مقتدر وقادر بغفلة يغادرنا الساحر، لا نعيم الذي حصل سرقوك منا يا أبا فيصل، رحلت عنا وبقيت في القلب حيا، وشمس ذكراك لن تغب يا أبا هيا، ودعتنا فأضعنا جوابا وسؤالا، وتوارى قوامك عن أنظار تالا،
لم تبكنا فحسب بل أبكيت الزمان ولا نعرف كيف لك الصبر يا لانا. كم تمنينا بقاءك ونحن بدلا من نغادر وسفرك الخالد حيا، فهل تدفن هنا المآثر؟ سويعات تفصل عن الطيران حيث الموعد مع الأهل في عمان، لكن هيهات فالجواز والتذكرة في خبر كان، ولم يكن أقصى حدك من مشفى النعمان. حملت روحك العزيزة قبل أن تحظى بالفيزا، أمن العدل والإنصاف تسير لمثواك بسيارة إسعاف. في القبر لا يحتاجون لإثباتات، هنا في مقبرة الكرخ التاريخ قد مات. ماتت الدنيا، أزهقت الذكريات، مات الإنسان. نسألك، أتكمل مشروعك في القبر؟ أترسم لنا بعدك لوحة الصبر كما كنت في الحياة؟ كيف لا أبكيك، كيف لا أبكيك وأراك موؤودا بما لا يليق؟ أيعقل والاعتراض على حكم الله أن قوامك وهندامك، مشوارك وتأريخك وتأثيرك يغطيه التراب؟ الجموع التي أحاطت بك يوما تناديك، عد إليهم أحمد، أكمل معهم المشوار، عد لعائلتك الأكبر العراق، عد لفيصل فإنه لرؤيتك مشتاق، ينتظرك للأزمة تعدي ويبدأ معك بالكرة التحدي. لا يعلم أنك لن تحضر المباراة، عندها سيكون هو الخاسر عكس قانون اللعبة. أحمد راضي، أيها الحلم المفند وتاريخك الثر بمجرد حفرة ممدد، نعلم أن الموت واحد والسبب متعدد، لكن ليس أبشع من يومك نشهد. أضعنا بعدك صائب الرأي ولا ندري من لخطانا يسدد. هنا ليس أحمد قد مات، بل إن العراق بالقبر يؤد. موطني موطني، الجلال والجمال والسماء والبراء في نبال في نبال، والحياة والنجاة والهناء والنجاة في هوا في هوا. رحمك الله أبا هيا، أحسنت عدي حاتم على هذا التقرير. فعلا كم هامة عراقية وارت الثرى. إنا لله وإنا إليه راجعون. كابتن سعد، عزاؤنا كبير ولا يصبرنا إلا أن نقول إنه أمر الله ولا اعتراض على أمره. نعم فعلا أستاذ عدي، عزاؤنا أنه هذه وديعة، وديعة الله سبحانه وتعالى، والله قادر في أي لحظة أنه يسحب هذه وديعة. وكنا ودائع، وكنا أكيد ملاقين هذا اليوم اللي لا مفر منه، لا صغير ولا كبير ولا شيخ ولا وزير ولا مسؤول ولا ملك. ولكن تبقى الآهات أستاذ عدي كبيرة على إنسان لا أعتقد أنه في يوم أنه زعل أحد، لا أعتقد في يوم أنه أبغض أحد أو حمل ضغينة لأحد. حتى يمكن بداية اللقاء قلت لك